من داخل الوطن وحتى من خارجه، رحبوا بكم على مشاهدينا في رابع عدد من برنامجكم مع سبق الإصرار والترصد. معروف أن الأم مدرسة، إذا صلحت يصلح كامل المجتمع، وإذا ضاعت يضيع كامل المجتمع. في حكاية اليوم راح تشاهدوا واحد سيدة، حتى ما نقولش أم، ما نقولش أم، لأنه هاد السيدة في لحظة قررت أنه تتخلى على أمومتها وتشوف غير حياتها، وفي هذيك اللحظة بالذات كانت ضيعت نفسها وضيعت أولادها. مشاهدينا، ما عليكم إلا أن تركزوا في هذه الحكاية مليح مليح، لأنه راح تعرفوا فيها على ضحايا المجتمع وضحايا هذه الجريمة. متابعة طيبة. بتاريخ 21 جوان 2007 تحركت فرقة الشبكة القضائية التابعة لأمن دائرة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة في مهمة تنظيف المناطق العشوائية من المخدرات والبحث عن المروجين وتجار السموم في الشوارع. فرقة الأمن هذه كان مرافقها فريق تلفزيوني اللي كان يحضر لإنجاز روبورتاج حول تعاطي المخدرات في الجزائر وخطورتها. نشفى أنا في 2007 كنت صحفية بإحدى الجرائد الوطنية، وكما كنت نشتغل في قسم الأحداث كانت معي زميلة كانت هي اللي تناولت هذه القضية. العملية بالنسبة لهذه الفرقة كانت سهلة، لأنهم الناس متعودين على مثل هذه المهمات، وبالفعل قدروا يلقاو الشيء اللي بحثوا عليه ولقاو القبض على شحال من مروج ومستهلك في نفس الوقت. وهذه التصريحات اللي خذيناها من الأرشيف هي الدليل على نجاح هذه العملية. خلال هذه العملية حدث واحد الأمر بالصدفة، أمر اللي ما كانش في البال. من بين هذه الناس اللي تم القبض عليهم كاين واحد الشاب اللي عمره ما يتجاوز 22 سنة، كان في حالة كارثية من تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة. هذا الشاب من اللي شاف الشرطة وهو خايف ويبكي ويعيط. كنت أنا وصحابي كنا في البحر كالعادة، هذيك هي بلاصتنا اللي ريحوا فيها، وكل واحد واش كان يدير، واحد يعمر واحد يشرب، وكل واحد واش كان يدير. في هذاك لو مومون تاع العمليه كان واحد منهم شاب في العشرينات من العمر، واحد منهم كان يتعاطى المخدرات مع الشباب في هذيك المنطقه قدام البحر، اداوها عندهم المخفر، حكموها كان عنده الزطله باينه بلي تلحق لهذاك الشيء. هذاك كان يتكيف في المخدرات ويشرب الكاشيات، كي داوا على المش صابوا عندهم المخدرات كاشيات كلشي صابوا عندهم. كي سقسوه اعوان الشرطه على باباه وين راه وعلاش وصل به الحال لهذه المرحله من الادمان، قالهم بابا من ضحايا الارهاب مات وانا صغير، والفقر والشوماج هما اللي خلوني ندي هذا الطريق. بعد ما اصر عليه واحد من عناصر الشرطه وطلب منه انه يقول له باباه وين راح باش يتصل به، انفجر بالبكي وبدا يقول بابا راهو مقتول، بابا راهو مقتول ومدفون عند الباب. انا ما قلت غير الصح والسرق قلته. تما كي سمعوا لابوليس فتحت القضيه، حكى لهم يعني بالتفصيل كيف هذيك المحنة هذيك واش في عقلو، الور ما حبيناش نصدقو هذه هي. مي بار لا سويت كنتو اوبليجي نصدقو باسكو ما عاد سمعنا بلي واش كاين. في ذيك الدقيقة الجميع ظن أنه هذا الشاب راهو يخرف ويتكلم أي كلام، يعني باش يبرر عملته والمخدرات اللي لقاوها عنده. لكن بعد مدة
وبعد ما قال أمور بنت الأعوان الأمن تقدر تكون منطقية، الناس كامل اندهشت وبدأوا يشوفوا في بعضهم. ومن هذيك التصريحات اللي قالهم وليد لمصالح الأمن، من ثماك بدأت الحكاية والتحقيق. أصل هذه الحكاية بدأ مع هذه المرأة المدعوة حدة، واللي في عمرها في ذاك الوقت كانت 38 سنة. حدة متزوجة وأم الأربع أولاد، بنتين وزوج ولاد. يقولوا بلي تخدم في الديار، يعني فام دو ميناج، لكن بعد ما بحثنا لقينا بلي كانت تبيع وتشري، وكانت عايشة ومعيشة أولادها من عند الناس. أنا بابا كان خدام، ما قري شهرية قليلة، كنا وش كانت بربي بتاع نعيشوا بها الحمد لله. هذا زوجها عمي رشيد في عمره 55 سنة، إنسان مريض وحالته حالة، خدام عساس في الباركينج تاع البلدية، معاق وقد وقد روحه، يخدم باش يوكل وليداته. بابا إنسان مريض، إنسان معوق، ويخدم عساس في باركينج. وناس مناح على كل حال، كان يخلص قليل يعني كيما كان يخلص مليون، وحد واحد روحه من الخدمة للدار للدار الخدمة، ما يتكلم ما يهضر ما. كان حارس في البلدية تاع عنطايا، معوق. حد اللي حكينا عليها قبل ما تكون زوجة عمي رشيد هي بنت عمه. كلمة ما تزيدهاش. لازم تعرفوا باللي حدة هي اللي تحكم، وعمي رشيد ما يقول غير أنعم وحاضر. خدمت على النهار اللي عرفتك فيه. كانت فاميته زوج بها، بصح مسكين ما ينطقش قدامها. وكان رايها هو اللي يمشي، وكانت حتى هي تحكم في عمي رشيد. كيخاف من اليمة بزاف، كان ما يقدر يدير والو مسكين. كانت صعيبة بزاف وعارة بزاف بيحة. كلمتها هي جوز. هو من داك دفع بي وري صوتو يعيط معه الحاجة، ما تعاود تركه، ما يقدرش يهضر والو والو، ما يقدرش يهضر مع قدام. دارت له الفيطو عليه، ثم ما كاش ولا يسكت مسكين ويحملها. في هذا الوقت يعني في سنة 1993 كانت الحالة صعيبة، ولا أمن والعشرية السوداء، والناس كامل كانت من الخدمة للدار متضل الخدمة. وهذا كان حال عمي رشيد اللي كان من الخوف يدخل بكري لداره. كان ذلك الوقت وقت الإرهاب، كنا نخافه بلك ترقد صباح مرطوش. هذا وليد صغير، وليد حدا وعمي رشيد، وهذه أخته صغيرة، كانوا قراب لباباهم بزاف وحنان عليه. وكل ما تعيط عليه يماهم يبكي وما يحبوش عليه، تلقاهم معنقينه طول النهار ويلعبوا معاه ويلعب معاهم، وحتى هو كانوا شغل عينيه اللي يشوف بيهم. المهم أنه عمي رشيد كان حنين على أولاده أكثر من يماهم اللي جابته. كان حنين بزاف، كان ينحي من لحمه باش يعطينا، باش يعطينا نابلو. ومسكين كان عاجز ما يقدرش هكذا كوب القليل، وكان يعطينا ما يخليناش، ما كانش مخلينا. كان حنين معنا لدرجة ما تقدرش تصور، ما محنا كنا نحبوه بزاف، كنا نحبوه بارابور مالغري ما انا مين نحبوه بزاف. انا عمي كان حنين بزاف بزاف على ولاده، ينحيهم فمه يعطيه لولاده. لا كان حنين بزاف بزاف، ينحي مكرشه ويقعد هكذاك ويمد لولاده. نهار بعد نهار كانت الحياة بين هاد الزوج تصعب. كمل القهوة تاعك ساعة. تصعب لأنه عمي رشيد ومرضه خليه ما يلعبش دوره الكامل في الدار ووسط العائلة، يعني دور الراجل في عائلته. هيا بصح هيا. ونسكى مع المرأة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وزيد حدة اللي كانت شخصيتها قبيحة وواعرة وديما برا الدار، كل ما يحكي معاها زوجها تزقي عليه وتقول دمت النهار اللي عرفتك فيه. نعم كانت صب راجلها وحكوا لي عليها، حكى لي عليها راجلي، وحتى الجيران حكوا لي عليها، وكانت تقول له كلمات ما يتسمعوش، يعني لهلا تربحك الله يعطيك الموت، ما تخليلوش سبوا بالكلام اللي ما يتقالش كاع، ما يتقالش كاع، هو ما يقدرش يواجب مسكين، ما يقدرش يواجب، ساكت برك. كانت تسب باباه، كانت تسبو تقول له سمحوا لي العباره هذه، تقول له انت ماشي راجل. واش ما غير سبان سبان لما يجيش في العقل كاع، انسان دا كلام لما ما فيهمش سبو، ما تخليلوش تعايروا وتواسيلوا حتى لهذه المرحلة الحياة ولات ما تنطقش بيناتهم، يعني بين حدة وبين زوجها عمي رشيد، المشاكل العياط في الدار والولاد يشوفوا بعينيهم، وحتى الجيران كانوا كارهين هذه العائلة بسبة حدة اللي كان واحد ما يسلك منها ولا من قباحتها. ما كانش اللي يحكم فيها، راسها يابس
واش تحب دير؟ قبيحه قبيحه فوق المستويات. ما كان تخاف حتى واحد، كان هما اللي يخافوها. واش يخافوا منها؟ كما قالك خوف من ربي. مي هي كانت عندها بزاف معلقات تاع برا، كنا نخافوا، كانت وقت الإرهاب ولا ما. في هذه الحكايه كاين واحد الشخص اللي لازم تتعرفوا عليه، هو عبد الرحمن اللي في عمره 44 سنه واللي كان من سيدي عيسى يعني ولايه مسيلة. هاد الشخص يقولوا بلي يخدم كل شيء، يعني كيما نقولوا ينافيغي. عبد الرحمن كان يعرف حد مليح وكانوا حباب وصحاب ويشوفوا بعضهم كل يوم، يعني كانت بيناتهم علاقه. وكان عبد الرحمن يجي للدار عمي رشيد كيما يكونش سما، كنا نشوفوه يدخل واحد ما يتكلم واحد ما يهضر، سما قلنا غنى بالك واحد من العائله ديالهم ولا. حنا كنا نشوفوا واحد الانسان غريب كان يدخل للدار هذه. هذا سيد اسمه غريب واسمه عبد الرحمن، هذا سيد من سيدي عيسى، كان يجي تما. حنا قلنا بالك فاميلتهم. كي وصل ما عنده حتى راي معاها، هي لقات غرضها ولقات رايها واش دير واش تحب. كي ولات تدير واش تحب كيفاش يقولوا تمادات ووصلت دارت واش دار اللي دارته. يجي حتى في الليل كي يكون عمي رشيد راقد في بيته. حقيقة عرفنا بلي كان حاجة ما بينه وبين اسمها حدا. العلاقة بين هاد الزوج كانت قديمة وكانوا كامل الجوارين على بالهم بها. الجيران كانوا ساكتين لأنهم خايفين من حدة ومن زعافها ومن لسانها طويل. هذا عبد الرحمن سمعنا به هو سيدي عيسى. كان الراجل كي يروح يخدم الآخر يدخل الدار، هاو قاعد في الدار. عبد الرحمن من بكري يجي للدار، مام كي كان بابا، مام جاتو سهلة. فراس كل يوم يدخل يخرج. إيه قال لي راجلي بلي كان يعني تجيب عشيقها يعني البيت. كان يتعيط له، تعيط له يجي لها. إيه كان يدخل، كان تجيبه للدار. رجلها تم مسكين. إيه حقيقة كان هو يدخل و سمع عمي رشيد داخل الدار. عندما تخون هذا الزوج وما كاش مبرر للخيانة الزوجية، تخوني زوج وتصبح يعني المهام تاعك بدل ما تكوني أم تصبح أم، نقول أنها عاهرة تمارس دعارف في أمام أبنائها وفي بلاد مسلم وفي وسط رجال وفي وسط حومة، يعني حومة شعبية، حي شعبي ما يقبل حتى إنسان أنه تكون جارته حدا. للأسف أولاد حدا صغار وسيرته وليد كان يشوف ويسمع كل شيء. صح كان صغير بصح كان فاهم بلي يماه راهي تخون في باباه، تخون في باباه مع عبد الرحمن اللي ما كانش يشوف في حياته إلا هاد المرأة والعلاقة اللي كانت تجمعهم، وما كان يهمه لا الشرف تاع العائلة لا الأولاد الصغار لا الجيران. كيف حتى نخرجوا هكذا نخرجوا باش نسيو نهضروا معاه، ما يهضرش معنا كاع، ما يقيمناش كاع، تهضرش معايا ولا الحق حتى يقول أني في داري. عبد الرحمن ما كانش سامع بينا كاع، أنا قلت لك يدخل الوقت اللي يحب يخرج الوقت اللي يحب، ما كانش اللي يهضر معاه. حدا ومشاكلها ما وصلش بها الحال غير هنا، وزاد كانت منين ذاك تجيب البنات اللي عندها في الدار وتخدم بيهم، يعني كانت خارج الطريق وبيتها كانت معروفة ومحروقة كما يقول. وهذا الشيء كان يضايق راجلها بزاف اللي ما كانش يقدر يرفض راسه وسط الجيران ولا وسط أصحابه. كان يحشم كي يخرج للزنقه هكذا يحشم، ما يقدرش يوري وجهو عند الجيران، باسكو علاه يعرفوا باللي المراه تاعو يما قبيحه، صافي يحشم باش يوري وجهو يفيتي الناس. هذه الا خرج ما يهضر مع حتى واحد، كانوا الناس الحومه قاع تما قاع يهضروا عليه. واكيد انه كان يسمع ان زوجته خائنه لانه عايش في مجتمع، يخرج يدخل الراجل مسكين نصفه مشلول، الراجل يعني نشوفوا أنه الزوج بالمقابل حب يحافظ على هذو الأبناء، قعد معاها شكون يقبل يعيش مع زوجة خائنة وناس يضحكوا عليه؟ احنا مجتمع جزائري، مجتمع محافظ مسلم، هو يعني نقولوا أنه تحدى المجتمع، رجولته محاها وقعد معها حتى مسكينة كده يخرج يقدر نصيبه معنا عمي رشيد وشرك لباسه ما يوجبنا ما يهضر معنا حابط راسه ورايح.
هبط راسو خطره جا خارج هكذا من تما. والله انا كنت حاضر قريب طاح من الدرج تخرجنا شديناه ما قلت ما يخسرش فيك هبط راسو هكذا ويهبط. هذا عبد الهادي وليد خوه ما يسكنش في العاصمه يسكن في الشرق الجزائري يجي عندها بزاف وكان يتفاهم معاها مليح مليح. الصراحه انه كان عارف عليها كل شيء وحتى هي يعني حدا ما كانتش عاملت له حساب نهائيا. هذا كل يدخوها حكايته هذاك هي كانت تعيط له تعيط له يجي وكي يجي كما قالك سبالة قاعده حضوره راني متعد راني. خليني نقول لكم باللي حتى هذا الشخص عبد الهادي ما كانش انسان سهل كان يجي غير على جال صوالحه. ولازم تعرفوا أن الصوالح اللي كان يجي عليهم هذا الشخص هما بنت حدة صغيرة واللي كانت تعجبه بزاف وحدة كانت وعداته باش تزوجها له كي تكبر. رجل بنتها يجي تما يقعد مع بنتها تخليهم وحدهم يغلق الباب عليها الأخر كان داير رايو تما. هاد الأم كانت تخلي وليد خوها مع بنتها وحدهم وكانت عارفة وش صرا بيناتهم ولكن هاد الشيء ما كانش يحرك. لهنا كان لازم توقفوا عند شخصيتها. يا هل ترى هذه المرأة عادية ولا شخصيتها غير سوية؟ هي مرأة غير واعية. كيفاش تخليهم يشوفوك وكيفاش تفكري أنك تقضي على الوالد تاعهم؟ يحتاج الوالد، أنت ما تحتاجيش. طفل تاع 7 سنين يحتاج الوالد، البنت تحتاج الحنان. كانت تخمم فقط تمشي بغرائزها المرضية والشهواتها. هذه امرأة لو نبحثوا على التاريخ اللي نشأت فيه أكيد أنها ما تنشأش تنشئة سليمة، تنشئة أسرية. أكيد أنها امرأة ما عندهاش هذا وازع ديني أو وازع أخلاقي، تشوف فقط نفسها وتشوف فقط رغباتها وغرائزها. هذا مكان من الأمور اللي كانت مغلطة هذه المرأة هي صاحبتها العلجة اللي كانت تشجعها باش تبقى على علاقة مع عشيقها وأنها تتخلص من زوجها. هذيك المرأة أنا كما هي كيف كيف قبيحة. هذيك المرأة هذيك قبيحة أكثر من هذه حد كانوا يديروا خدمات اللي ما يندروش. كانت كل يوم تعمل لها راسها تلقيه ماشي هذاك راجل تلقيه شوفي في ديري تلقيه. وحدة كانت توافق على هذه الدبارة لكن العرف والحشمة وحدة زيد تقولها هذا وليد عمي ما عنديش كيفاش نربيه واش يقولوا عليا الفاميليا واش يقولوا عليا الناس. هذا وين جاي؟ الله غالب واش راك لاباس؟ لا لا بصح ماكم لاح. لا لا باس خير خا دوك نجي علاش خذي راحتك. هذا تي مازال بصح متخممش عندنا ندير لك الشغل كل ما عندك هادشي باش ماشي مشكل يمشي على بالي شي بروبليم كاع. ديتي سميوه ما ديتيش القهوه جيتي لازم تهلاو فيه الدار. كيفاش صافا؟ لا 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 مشغول من دراري من داك العايب حياتي كرهتها. نقول لك صح صح انا قلت لك ما رجع انا على بالي قاعده تسنى في راجل وقت كامل ما ينوضش من الكرسي. ايه واش تحبي كان عرفت بهمي يعاودي خي متبقى ربي حلب ولا نخليه يصبع كيما انا. اي خلاص بابا غنمشي سيدي يا خي ربي حلي ماشي كي دير حاجه قريب ان شاء الله. اي دي سيدي وانا راني هنا تخميش وتخميش عليا. الحاله في هذا الدار كانت كارثيه والاونه الاخيره زاد المرضى على عمي رشيد وصل به الحال حتى انه ما ينوش من فراشه وزاد فشل وحاله ما بداش يبشر وما كان يلقى غير بنته صغيره ووليد ووليد. أما زوجته فهي اللي كانت متمنية أنه يموت وتتهنى. يما يما بابا ومرأة الله لا يردو يموت بقاي فيها وحدك انتيا بابا ما يموت ما تخافش قلت لك أسد كم في تاريخ 14 ماي 1993 وبعد ما تعافى عمي رشيد أخرج من الدار في واحد النهار كما العادة لأنه زوجته كانت تقوله خرج من الدار ما تبقى ليش هنا. بابا أنا مريض
كما قلت لكم مريض يدخل بكري، هذيك ضرب مع وقت 7-8 يدخل ما يطولش، هذيك ضربه طول بزاف، ويما ما على بالها ما حوست عليه ما سقسات عليه ما حبالاش كاع به. كانت تحب يخرج من الدار باش يجي عندها عبد الرحمن اللي كانت عندها علاقه مشبوهه به، ولانها كانت فاتحه دارها لكل الاعمال المشبوهه، يعني الدعاره، الحبوب المهلوسه، وحتى السحر، وكل شيء خارج. في الليل عمي رشيد ما بين عليه حتى خبر، ولاده تقلقوا عليه سير تو والد صغير ما تخافش، لكن حتى ما كانتش كاملة سمعة به يجي ولا ما يجيش. والليلة ولات زوج، وزوج ليالي ولاو ثلاثة، وعمي رشيد غايب على الدار لا خبر ولا مرسول. Le ministère de la Santé a lancé un appel aux médecins et aux infirmiers en congé pour rejoindre les hôpitaux et inviter les citoyens. بعد مدة مشات هضرة في الحومة اللي يسكن فيها عمي رشيد، وقالوا أنه راهو مات في انفجار قنبلة في ضواحي العاصمة. وبالفعل في هذوك الأيامات كانت صراع انفجار. هذيك الكريدة قالوا مات بالخير. الله أكبر الله أكبر سبحان الله. قال لك سوا ديزون قتلوا الإرهاب. العائلة كلها بكات على عمي رشيد وداروا العزاء كيما يلزم. ومن بعد ما عليش رحنا عزينا معهم العزاء والاخر. من ذاك الوقت وحدى صبحت أرملة والولادة يتموا في بابها. وفاة عمي رشيد ما كانت إلا حافز أمام هاد المرأة اللي زادت فيه بالها وزادت في عنادها. حدى عشيقها عبد الرحمن بقاوا مدة عايشين في الحرام، وبقى ساكن عندها في الدار، واحد ما يقدر يحكي معاه على خاطر كما قلنا كان الكل يخاف هذه المرأة وما يحبش يخلط فيها. قلنا إنها غير واعية، تسير فقط برغباتها، درجة الهوى عندها، يعني ما تشوفش حدا أنه كاين حرام، ما تشوفش أنه عندها زوج، ما تشوفش أنه عندها أبناء، لأنها تغلب عليها. الإنسان عندما الغرائز بتاعه، إحنا في كل كاين فروق فردية بالأشخاص، كل إنسان عنده ميول، عنده اعتقادات، عنده رغبات، عنده شهوات، كل إنسان يملك شخصية تفرقه عند الآخر، لكن دائما يكون آناه موجود، دائما يكون هذاك الضمير، دائما يكون هذاك الوعي الإنساني، دولة الإنسان يجري مور وراء رغباته، نصبح حيوان، وربي سبحانه كرمنا بالعقل، وحدى هذه إنسانة عندها عقل، ليست مرأة يعني عندها اضطراب عقلي أو تأخر عقلي، بالعكس بكامل قواها العقلية. بعد أكثر من 5 سنين من حادث وفاة عمي رشيد، يعني في سنة 2000، وبعد ما حدا بقات غير تطلب من عشيقها باش يتزوج بها، يلو كان بالطالب، يعني زواج عرفي. عبد الرحمن ما صاب واش يدير ووافق، وبالفعل تزوج وعاشوا كيف كيف في دارها، لأنه كما قلنا ما كانش من العاصمة وما عندوش وين يسكن. كانت باينة باللي حيتزوجوا كيف كيف، عبك باللي مارسها يابس وعلى بالها بحتى واحد. كي كان بابا حي كان يجي اوتوماتيكمون، ما كانش بابا السير يجي، وكانت باينة تزوج وما كانش اللي يحكم فيه يما. دات له شونطاج هذا عبد الرحمن، قالت له تزوج بيا ونديروا الفاتحة. هو ما كانش حب، حب يجيب روحه، ما كانش حب، كيما نقولوا احنا شغل شماها قارصة. بعد فرصته ومناصاته قالت له هادي هكذا، قلت له يقول بالفاتحة ندير قبل زوجوا بالفاتحة، واحد ما هدر. في ذيك المدة بقات حدة على حالها، وبالعكس زادت وسعت في نشاطها، وبدات تنشط السلوك المشبوه، يعني الدعارة والمتاجرة في الممنوعات. وهنا كان عندها مشكل كبير في حياتها، هو علاقة وليدها وليد بزوجها، يعني بزوج يماه. وليد ما كانش يتفاهم معاها نهائيا، وما كانش يتفاهم مع عبد الرحمن ويقبل، صحيح كان يكرهه، لكن كرهه ليه كان غريب جدا. ما كنتش نحبه، نكرهه، نسبه، ما نحملوش. كل يوم دار معاه، ما قدكم ريح في الدار. كي تزوج مع عبد الرحمن هذا كان هو ما يجيش في الليل، يبات برا، يبات هايم. هذاك الكره كان يزيد دقيقة بعد دقيقة، والكره هذا كان أكبر من كره واحد لزوج أمه. الحق الحال بوليد حتى أنه يكره يماه ويتمنى لها الموت.
هنا كان لابد أن نتوقف عن شخصية هذا الطفل يعني وليد، وش به كبر هكا؟ هل سبه هي أمه سلوكها؟ أم أنه راه يفتقد لباباه اللي قلنا أنه كان قريب له بزاف، ولا كان أمر آخر راح تعرفه؟ هذا الطفل الصغير يفكر بلي الأب الحماية والأم الحنان، هو أنا ابن حدا ما كاش الحماية، لأن الأب تاعه كان دايما ضعيف. هذاك الطفل تاع 7 سنين كان واعي، يفهم 7 سنوات يفهم أن الرجل اللي كان يطل يعني من الباب ويشوف الوالدة معاه، هذاك ماشي باباه. كان يعرف أنه الحياة الأسرية يشوف الوالدة تاعه مع الوالد، يشوف أجانب. كذلك هذا الطفل تاع 7 سنين ونشوفه أن أي طفل ما يقدرش يشوف بشاعة منظر، نشوفه إحنا نقوله كأخصائيين ما تخلوش أقل من 12 سنة يشوف فيلم رعب، ما تخليش أقل من 12 سنة يشوف جريمة. حتى الناس بكلي يقول لك ما تخليش يشوف الكبش كي يتذبح وهو مازال صغير باش ما يصدمش. كيف هذا الطفل تاع 7 سنين كي ما كان شاهد على جريمة خيانة؟ رايحين تتعجبوا لو قلت لكم أن والد صغير تعلم الدخان في سن صغيرة، وعمره مازال ما تجاوش 13 سنة، وماشي غير التدخين، وصل بزاف أمورات للضر، ولا يجرب يأكل الكاشيات، ولا يرفد معاه الموس، يعني صبح طفل مافيا. يا ما كلطاسنا تخرج برا مهموم مغموم، ما عندك والو أخو، تعلم كلش، تعلم كيف تشرب تسطل ديرهم قاع. البنت اللي صغيرة ولا تذكروها واللي كانت حنينة على باباها كبرت، وكبر الشر في قلبها، وشافت بزاف صوالح أكبر من سنها. تلقاها تقلد في يمها كيفاش تتكلم، وزدت عند في أختها كبيرة وصحابات يمها. المهم كانت حابة تكبر بالسيف قبل الوقت، وللأسف هذه الطفلة كانت ضاعت وهي صغيرة. كانت صغيرة ديجا، كانت حنينة شوية، ساكي كبرت يما خرجت، هي خرجت كيما يما، تحبت عند يما، تقول يما صغير تحبت عندها باسكو شافت بالك دايره في بلدك، هي المعيشه هذيك، هي الحياه تمشي هكذاك. البنت اللي تشوف يماها ماشي وافيه، تشوف رجل يدخل ورجل يخرج في البيت، البيت اللي عنده حرمته، البيت اللي موجود فيه الزوج المسكين اللي يخرج ويخدم. مش نقولوا على حد أنها مجرمة، وكل عبارات اللي نقولوها فيها أنا نظن أنها قليلة على هذا الإنسانة المريضة، كذلك الإنسانة المجرمة. اليامات كانت تفوت وحد الوقت يجري بيها، وهي تخسر في ولادها وحياتها بلا ما تحس وبلا ما تعبى. خونها الزمان وصغرها وسرقتها الدنيا، ولادها يكبروا قدام عينيها وهي غافلة عليهم وغافلة على حالها. بدل أن تغرس فيهم القيم المبادئ الأخلاق، خلتهم شاهدين على خيانة، خلتهم يكبروا في جو غير لائق. الطفل اللي عنده 7 سنين أو بنت لازم لها تشوف الحاجة المليحة، نكبروا ولادنا على الأخلاق، نكبروهم على وش قال ربي، نكبروهم على مساعدة المحتاج، نكبروهم على الوفاء. خطرة على خطرة كانت الأم تمد دراهم لوليدها، وليد اللي كان لا خدمة لا زدمة، ولا تمد لوليدها الدراهم يعني تخدم غير على وليدها باش يخرج على عقله وتفسد حياته وتخسر حياته كغيمة. ضيعت له قرايته وزادت ضيعت له صغره، كانت تعطي له دراهم باش تراضيه وتسكته، وهي عارفة باللي راح يشريهم مخدرات ويستهلكها، بصح كانت ساكتة لأنه الطفل الصغير كبر وشاف وفهم بزاف أمور، وعرفت باللي خلاص ما راحش تقدر تحكم فيه. يما انا ما كانش عندي مين نجيب دراهم، كانت هي اللي تهلكتني تهلكني، هاد الدراهم هي اللي زادت كملت عليا، هي اللي ضيعت ولدها، وهي اللي كانت تمدو في دراهم باسكو ما كانش منين نجيب، كان ما كانش منين نجيب، ولا غير ما عنده ما يدير، هي تعطيني شي الاخر باش هكداك صافط لوكازو باش تضيعو. بقى الحال على حاله، كل ما يحتاج وليد الدراهم يجي عند يما. في نهار كان الحال زايد عليه ودخل عليها كل مهبول وقالها اعطيني الدراهم راسي رايح يطرب. رايح جاي عليا واش تسحق؟ اعطينا شويه مصروف. كان والو خلاص. شنو؟ خلاص. اعطينا شويه مصروف. كاين شويه قهوه في عقلي تشوف. اعطينا شويه مصروف. لا شويه مصروف. ما تحشمش انت واقف. يدك دحي يدك.
يدك يدك ما تحشمش اقعد لك شويه صرف شويه يا ربي على والد وش دار فيا يا ربي على والد وش دار فيا هادي هي التربيه تاعي يا ربي كل شيء بهم مخدرات كاشيات دعوي الشر الزطلة نشري غير مخدرات باش ننسى باش نن الشيء اللي شفتوه كان أمر طبيعي طبيعي وعادي لأن هي كانت السبب وهي اللي صنعت هذا الوحش البشري اللي الحق به الحال أنه يتهجم عليه انتي يا سباب كل ذاك انتي يا سباب كل ذاك الضرب تاع الطفل يماه تكرر وكان كل ما يحتاج تمدلو لأنها ولات تخاف كبر ولا قوي عليها وعقله ضاع بسبب الحبوب المهلوسة كان أمر اللي لازم تعرفوه واللي هو أن وليد كل ما يعمر راسه يبدأ يمشي ويقول بابا قتلوه بابا قتلوه نشوف الطفل بدأ يكبر وكبرنا احنا معه على كل حال كبار عليه بدينا نشوفوا الطفل هذا بدا من داك يكلاطين يبكي مش به هدايا يبكي ولا جمعت المخدرات كي عمر راسه يتفكر باباه كنت تحدى تحس باللي راهي تكبر وحتى علاقتها بدات تسوء مع زوجها عبد الرحمن اللي خليني نذكركم انه كان عشيقها في وقت مضى قررت تزوج وليدها الكبير اللي كان طايحها وما يقول لهاش لا هذا الولد كان عاقل بزاف وكان وليد يماه كيما نقولوا جابت له واحد البنت عاقله بنت الجار وحتى هي طايعتها ولا بالاحرى تخافها وتقولها السمع والطاع ما تعرفي طيبي ما تعرفي تخدمي وشنو هذا هذيك البنت المسكينه ما كانش في يدها حل كانت قاعده وساكته وكل ما تقول لزوجها هيا نروحوا من هذا الدار يا راجل يقولها الا حبيتي روحي الباب راهو قدامك انا من حدا يما ما نتحركش هذه يما اللي فهمتك انا ما نروحش يما وليدها الكبير هذا كان يحبها بزاف يحبها ويخاف منها يخاف منها بزاف و مام وساتو كيما يقولوا وجهته قالت هنا تريح قالت ما تفارقنيش تريح معايا ويخاف منها ما يقدرش يهضر معها هكذا حاجه صغيره ما يقدرش يوجبها انت راجل انت مرا تاعك تحكم فيك انا شي امشي خرج حياه هاد العائله بقات مره كيما يقول وكل واحد عايش في جهته كل واحد عايش بالطريقه اللي تهواله واللي تعجبه واش راك دير هنا الاولاد كبروا وبداو يفهموا كل شيء وحتى حده كبرت وكبر همها معاها وبدات ما تطيق زوجها وهو ما يطيقهاش في نهار من نهارات سنة 2007 وليد حدا ناض كعويدو وخرج من الدار وراح طريق البحر هذا المكان متعود يجيه وليد حدا باش يقعد يعمر راسه ويتعاطى فيه المخدرات والمشروبات الكحولية وما شابه وليد كي كان في مكانه ما تخيلش بلي هذا اليوم راح يكون اليوم اللي تتبدل فيه حياته وتظهر بزاف أمور كانت مخبية وهو يتعاطى في المخدرات كالعادة طحت عليهم الشرطة والقابط القبض عليه قبل ما يقدر يرمي واش كان معاه من الحبوب مهلوسة كما سبق وقلنا ما حبسش من البكاء والعياط وهو يقول بابا راه مقتول مدفون عند الباب عناصر الأمن كيداوه بداو يسمعوا فيه حكى واحد القصة غريبة وتحير بزاف وزيد تخوف كل اللي قتل باباك هذايا القصة كانت تخص باباه والطريقة اللي مات بها وقال بلي بابا ما ماتش في انفجار تاع القنبلة كما كامل الناس حاسبين بابا قتلاته يما وعبد الرحمن راجلها الحكاية بالتفصيل كانت كالآتي العلاقة اللي كانت تجمع حدا بعبد الرحمن واللي تطورت بسرعة وزيد لها التوسويس الكبير تاع صاحبتها العلجة ليها طول النهار باش تتهنى من زوجها وتكمل علاقتها بعشيقها وطبعا هاد الشي كله جا من راس عبد الرحمن اللي كان يطلب من صاحبتها هذا الشي كل هاد الأمور وصلتهم لواحد الحد من التفكير اللي ما كان يتوقعه حتى واحد لازم يموت كانوا كل يوم يخطوا يديروا حيلة باش يتهنوا منه باش يمحوهم الدنيا هذه ويديروا غردهم طول هذيك المدة وهما يفكروا كيفاش يتخلصوا من عمي رشيد وهنا نقصت حدا زوجته وعشيقها عبد الرحمن وكل خطرة تجيهم فكرة جديدة حتى الواحد النهار اللي يوصل بيها الحال
يعني حدا أنه تفكر باش تقتله وتتخلص منه نهائيا. لازم يموت. كانوا مخمين ديجا، كانوا دارين دارين بلون ديجا باش يقتلوا وداروها مسير هما ما كانش يما وعبد الرحمن حتى قتلوها يا خويا. في البداية عشيقها رفض وجاته الفكرة غريبة وصعبة، ولكن بعد ما أصرت عليه حدا وافق مباشرة. في الحكاية كان لازم يجيبوا معاهم واحد ثالث، وقع الاختيار على وليد خوها عبد الهادي اللي كان يتردد على الدار مرة على مرة. وليد خوها لأنه كان سهل عليها بزاف باش تقنعه بأي شيء وتطلب منه واش تحب وهو غير يطبق. كما يقولوا كانت شداته من يده اللي توجع، وكما كان الحال وافق وليد خوها بسهولة وبدون ميلة. احكي احكي وليد احكي احكي. ما مغرب رجل باش يقتلوها. هالثلاثة اتفقوا على كل شيء إلا تاريخ تنفيذ خطتهم هذا، وهي التخلص من عمي رشيد نهائيا، يعني يقتلوه. عمي رشيد هذاك الراجل العاجز الحنين اللي كان همه الوحيد أنه يجيب الخبز لأولاده مهما كان الثمن، وكان حامل تعب الدنيا وحقرة يماهم ونظرة الناس ليه غير على جال يكبروا ويشوفهم رجال والبنات يشوفهم نساء. العيد العيد الكبير بابا جرانا كبش. خليني نخبركم باللي عمي رشيد باش شرى هذاك الكبش راح تسلف من عند جاره. وفي الصباح تاع يوم عيد الاضحى نظروا الاولاد وخرجوا فرحانين يلعبوا مع الكبش اللي جابوا باباهم. جابوا لهم كبش، والكبش هذاك مسكين الله يرحمه ويسع عليه شرى كريدي ما عنده زوال باش يفرح ولاده. ولا بالي باللي هذاك النهار بابا ما عندوش درع، هذاك النهار سلف وجاب لنا كبش باش غير يفرحنا يفرح ولاده وبناته صغار. وفي نفس الصباح تاع ذاك اليوم عمي رشيد ناض كي عادته وقال زوجته لبسي لي حوايجي، وزاد طلب من زوجته وليد خوها باش يحفوا له وجهه لانه نهار تاع عيد. عمي رشيد كان على نيته وما كانش عارف واش راه مخبي له القدر والحيله تاع زوجته حتى. وتفهموا قالهم بي اللي يا ودي حفوا لي لهيتي. ساعات قبل ما تنوض العائلة في الصباح يعني في فجر، حدا دخلت عشيقها للدار وخباته وقالت له بقى هنا وما تتحركش حتى يجي الوقت المناسب كي يخرجوا الأولاد يلعبوا مع كبش العيد. ومن بعد صرى أبشع شيء يمكن أنكم تتصوروا. شفتي يما وشفت عبد الرحمن وشفت بعد ما قتلوه خباوه في الحصيرة تاع الدار وجوزوا النهار عادي شغل شي ما صار. يخنقوه بسلك ونقصد سلك يعني شوف البشاعة مش حبيلة تكون أهون هي كلها يعني أمر تقشعر له الأبدان، لكن هذا السلك من حديد بكري ولحتى الآن ما زلنا ننشر الحوايج في سلوكات الحديد. كانت حابة تتخلص تتهنى من تصفي الجسد تاع راجلها كاغيمو، تصفي من حياتها كاغيمو. دونك ديسيدات هي والعشيق تاعها والجاني الثالث وهو وليد خوها باش يقضيوا عليه ويقتلوه في صبيحة عيد الأضحى. وكان وليد صغير في ذاك النهار غير يسقسي على بابه وتقول له يماه روح ما تسقسينيش ما على باليش وين راح. على باليش وين راح. وفي الليل وفي نفس هذاك النهار وبعد ما نقصت الحركة في الحي الناس كامل دخلت لديارها. خرجت حدة وعشيقها عبد الرحمن ووليد خوها حفروا في مكان ما كانش بعيد عن الدار، وثماك قروا باش يدفنوا الجثة تاع عمي رشيد. شو ديرينا تريك ديرينا تريك. هاد الحكاية كامل اتكشفت بعد ما مصالح الأمن استدعاوا حدة لأنهم كانوا لقوا القبض على وليدها وليد وحبوا يعرفوا منها الحكاية وحقيقتها. طبعا حدة رفضت وقالت لهم ملي مات باباه وهو على هاد الحال والحومة كامل تعرف وتشهد. جات لتماك هدرت معاهم كي هدرت معاهم ألا أنا ألا نية دونك نكرت وش قالوا قاع بلي ما كاش منها يتو. لكن
بعد ساعة من الاستجواب تاعها صراو أمر اللي خلاهم يزيدوا يشكوا فيها ويتأكدوا باللي راهي مخبيه شي. راه عندنا كاع المعلومات. بالك الوحدة تاع اللي طلقوها. قالت جاو قلبوا تما ما بانت لهم والو. طلقوها. راحت الوحدة تاع الصباح قدام دارهم، قدام عند الباب تاع دارها. وبدات تحفر. كي بدات تحفر باش تجمع العظم تاع راجلها اللي مات اللي قتلته هي، الجيران شافوها. بدات تحفر. سمعنا شغل الحفير ودعنا قلنا بالك غادي هبله تانيك. البعد لحقت زوج ثلاثة تاع الصباح سيبو عيات ما كان بلي ما كان والو. غدوة من داك حنا نوضنا نسقاو نلقاو البلاصة محاصرة كاع. متو ما تهنيتش منك. حدا كي خرجت نص الليل من عند الشرطة راحت تجري للمكان اللي دفنت فيه زوجها من 13 سنة فاتت. وبقات تحفر وتخبي في الشي اللي بقى منه. حولت واش بقى من الجوج. وبعد ما الهضرة وصلت للمحققين وتأكدوا من الحكاية بطريقتهم الخاصة، بعد الشرطة بدأت تحفر 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 على حساب تحفر تحفر لقوا العظم. سمعنا واحد انتما يهضروا تسمع تقرا عاجك دا وكدا العظم. بعد نشوفوا واحد الإنسان طبيب قالك هذا طبيب شرعي لابس طبلية بيضة. بعد نشوفوا الإمام جا انتما. بعد من الإمام شكون تاني جاء إنسان الله يبارك ما شاء الله بكوستيما وكدا قالك هذا وكيل الجمهورية تاع السيكتور هذا. بعد خرجوا العظم داروا في ما باش نشوف فاش داروه الله اعلم خدمتهم هذه. وبعد ما ضغطوا عليها في تحقيق ثاني وعلى عشيقها عبد الرحمن وواجهوهم بكل الادله المتوفره انهارت حدا واعترفت بكل التهم المنسوبه ليها. غدوه من ذاك رجال الشرطه تقدموا النقطه وين نسكنوا حنايا. جاوا دخلوا للدار جابوا معاهم كلب بداو يشموا على بالناش كيفاش الاجراءات هذه ما نعرفوهاش. اي سي بون بعد عرفنا باللي مع المعلومات اللي كانت تما تاع الجيران دا عرفنا باللي باباه راه مدفون في الدار. حنا هذا سبحان الله العظيم هذه ما سمعنا ما كيفاش دفناته كيفاش قتلاته كيفاش دا ما على بالناش. كي كانت تحكي على الجريمه تاعها دونك جبدت اطراف القضيه تاعها. دونك لي شاركوها شركاء تاعها في الجريمه شكون هما؟ كان عشيق تاعها في 93 اللي كان معاها، حتى عبد الرحمن اللي تزوجها بعد مده بعد ما ضغطت عليه المصالح الامنيه وقدمت له كل الادله بانه راهو مشارك في هذه الجريمه. اعترف وقال بلي هي اللي دفعتني لهذا الشيء. اما وليد خوها اللي كانت وصلاته الهضره من عند الفاميليا فكان هارب لتونس، ولولا أن المحققين والتنسيق الأمني بيناتهم اللي لحقوه قبل ما يهرب لأنه كان عنده نية أنه يخرج من الوطن نهائيا. الجريمة بعد 13 سنة كل تفاصيلها تكشفت، وعمي رشيد اللي كانت الناس كامل حسب بليره من ضحايا العشرية السوداء أتأكد فيما بعد أنه ضحية جشع الزوجة تاعه وتخطيطها الشيطاني. بعد اكتمال كل الإجراءات القضائية تم الحكم النهائي على حد ب 25 سنة سجن نافذة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وبنفس المدة تم الحكم على زوجها عبد الرحمن لأنه كان يواجه نفس التهمة. أما وليد خوها اللي حاول الهرب فتم الحكم عليه بمدة 15 سنة سجن نافذة بتهمة المشاركة في القتل. للأسف حتى لو الجنات أخذوا جزائهم أمام العدالة، لأنه نتيجة والأثر تاع تربية سلوك هذه المرأة المدعوة حدها كان بزاف كبير في الأخير. فبنتها صغيرة كبرت وكبر معها شرها، وحتى هي في يوم من الأيام خطت هي وصاحبتها باش تسرق واحد الشاب، وبالفعل اداوه في الليل لواحد المنطقة فارغة. وفي هذيك اللحظة خرج العساس وكي جرام وراهم هرب هذاك الشاب بسرعة. العساس فيما بعد حكم بنت حدة وكي حاولت تهرب ما لقات أمامها إلا أن الضرب، وبالفعل دارت هاد الشي والعساس المسكين مات متأثر بالضربة اللي جاته في راسه البنت. وفي سنة 2012 حتى هي دخلت السجن بتهمة القتل العمدي وفق الأدلة اللي تحصلت عليها مصالح الأمن والتحقيقات القضائية. كل واحد يتابع فينا الآن لازم يعرف أنه هذه الحكاية جبناها من عمق الجزائر العميق. حدا، العلجة، عبد الرحمن وعبد الهادي كلهم شخصيات حقيقية وموجودة في واقعنا الجزائري. نتمناو أنه أحداث الحكاية ما تتكررش داخل الأسرة الجزائرية. كل أم راهي تتابع فيها الآن، خليني نخبرها ونذكرها أنه تربية هذا الجيل مسؤوليتك، فتأكدي أنه مسؤوليتك كبيرة وكبيرة بزاف.
Thank you.